بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أنا أقدم الشكر الجزيل لأخي العزيز محمد فالح الهاجري أبو فالح والأخوة ممثلي النقابات ورؤساء النقابات على هذه الدعوة الكريمة بهذا الحضور المتميز. أتاحوا لنا هذه الفرصة للقاء، وأنا أعتقد أن أحوج ما نكون إلى مثل هذه اللقاءات. وأين؟ في قلعة الأحرار، في اتحاد العمال للبترول، اللي استطاعوا في يوم من الأيام أن ينتفضوا كل ما تعرض العمال لمشاكل ولمآسي سواء من الحكومة أو من المسؤولين في شركات النفط. وفعلاً لما في يوم من الأيام أيضاً وقفنا وياهم والله ما تحسفنا، لأن نعرف أنهم لا يتلاعبون بالألفاظ ولا يحاولون يقدمون المصالح الخاصة على المصلحة العامة وخصوصاً مصلحة العمال. إحنا مقبلين على انتخابات وعلى مجلس 2020، وتم حل المجلس والعودة إلى الأمة مصدر السلطات، وهذه قضية ما حد ينزعج ولا يزعل منها، بل الكل يجب أن يصر عليها. ولما طلعت أيضاً مقولة حسن الاختيار، حسن الاختيار مطلوب، وأنا أعتقد هذا الأمر تواجهونه في وظائفكم وتواجهونه في دواوينكم وتواجهونه في نقاباتكم وتواجهونها بين أسركم. ترى يا أخوان حسن الاختيار أيضاً يتطلب من يقدم الأسباب، يعني أيضاً مو معقولة أني بطلب من الناس حسن الاختيار وممكن أن أحاسبهم على حسن الاختيار من عدمه. مثلاً لو تجيب أحسن بطل السباحة في العالم وتقول له أبيك تقطع من هالبحر 100 متر وتكلبك يدينه، راح يغرق بال50 متر بسبب نظام الصوت الواحد، هذا النظام السيء اللي أدخل البلاد والعباد في مرحلة فساد لا حدود لها. ونعرف من وضع هذا الصوت الواحد شنو كبلوا قدرات الناس وشنو تقيبت مضامين الدستور، وهي العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص اللي قاعد يعاني منها المواطن الكويتي الآن، والأسر الكويتية يعانون معاناة غير محدودة وأطلقت يد الفاسدين. نظام الصوت الواحد نظام سيء، صوت واحد واللي يطلعون من الدائرة 10. وثانياً وأرجوكم يا جماعة أن هذه المرحلة فعلاً مرحلة حساسة، يجيك واحد يقول لك لا يروح صوت القبيلة، لا يروح صوت الطائفة، لا يروح صوت العائلة، اقسم بالله اللي يقول هذا الكلام لا يريد الا ان يترس مخابيه على حسابكم، ويترس مخابيه بفلوس السحت وفلوس الحرام ويبيع ارادتكم. انا فقط ابي قبل لا تروح الى الانتخاب تنظر في عيون الاطفال، وانك راح ترسم من خلال هذا الانتخاب ومن خلال هذا التصويت مستقبلهم. لا نخلي هؤلاء وهم يمثلون الجيل القادم يشعرون بالإحباط ويلعنون جيلنا، لأن ما استطعنا أن نوفر لهم البنية الأساسية، وحنا نرى بأعيننا السرقة والبوق وأموال الدولة تنهب يمينا ويسارا دون أن تحرك الحكومات السابقة ساكن. هذا أمر
أعتقد مسؤوليتها الآن عليكم، وأنتم ناس تدركون هذه المسؤولية كنقابيين. في نفس الوقت اللي تطالبون بحقوقكم واللي قال أبو فالح عنها، يجب أن نفكر في مستقبل هذا الوطن، مستقبل الكويت. أن قبل لا نتكلم عن قبائلنا أو نتكلم عن طوائفنا أو نتكلم عن عوائلنا، حنا نتكلم عن الكويت كوطن اللي فقدناها في يوم سيئ، وكلنا شعرنا بهذا الألم وهذه المرارة عندما أصبحنا بلا وطن. فإذا أنتم كنقابيين ما تبدون تفكرون التفكير السليم، أو بالنسبة للطلبة لن ينصلح الحال. أنتم أسهل موقع في الإصلاح، لأن نفوسكم متشعبة من الإصلاح وراغبة فعلا بالإصلاح، وتعاني في وظائفها وفي عملها وفي دورها. هناك من يقول أو يحاول أن يشكك في بعض الحركات السياسية، ويشكك ببعض الأشخاص، ويعتبر برغم أن احنا جينا بمشروع، لما جينا من المهجر عانينا الأمرين سواء في السجن أو في المهجر، وجينا بمشروع. يمكن البعض، احنا ما ودنا نتكلم عن الماضي كثيرا، لكن البعض ممكن أراد أن يفشل هذا المشروع، ولكن دائما لا يمكن أن ننظر لهذا الوطن بصورة سلبية، بل سننظر له بصورة إيجابية لتغيير هذا الواقع. وهذا واقع مرير ومر يتطلب تضافر الجهود كلها. حنا كان موقفنا على سبيل المثال من مرزوق الغانم في سنة 2013 عندما تولى مسؤولية الرئاسة، عندما كنا نتكلم والمحاضر والمضابط والإرشيف في اليوتيوب موجود، عندما كنا نتكلم بالصوت العالي، وين الأصوات اللي قاعد تتكلم الآن وهي برخة؟ يوم الكلام عنه في هذاك الوقت يوردك للسجن ويوردك للخسارة المالية. حنا ترى إلى اليوم حنا بيني وبيننا قضايا مع حركة العمل الشعبي، حتى إلى اليوم لا زالت القضية منظورة أمام محكمة التمييز في 2020 قبل الانتخابات. تحدثنا بالصوت العالي وقلنا له يا مرزوق عيال العجز يعجزون، والآن أتتك من الشعب الكويتي هذه النتائج، أتتك من الشعب الكويتي هذه النتائج في 2020. ونحن كلنا أمل بأن أول قرار يتخذ هو تغيير الرئاسة. وقلنا هذا الكلام بالصوت العالي، لكن للأسف أن هناك 12 نائب من 40 خذلوا الشعب بتصويتهم لمرزوق، 9 و3 أبطلوا أصواتهم. هل سيتكرر هذا الأمر في قادم الأيام؟ هل مطلوب أن نجعل هؤلاء الأشخاص كأشباح غير معلومين حتى يكرر الشعب الكويتي مرة أخرى التصويت لهم؟ ومرة ومن يخون القسم وينكث بالقسم مرة سينكث بقسم عشرات المرات لمصلحته. وهنا الخوف، ليش ما كان هناك حرص على ما طلبنا فيه وطالبوا فيه الأخوان في المجموعة الشبابية في المؤتمر الوطني اللي انعقد في ديوانية الأخ صالح الفضالة، صالح عفوا صالح الملة،
عند تصويت الرئاسة، وهذا عمل دستوري تعديل في اللائحة الداخلية، تصويت الرئاسة يكون علني، تصويت الرئاسة يكون تصويتا علنيا حتى لا يقشنا البعض، وحتى لا تمرر علينا الخدع، وحتى لا يستقفلنا بعض المرشحين اللي كسروا الميكروفونات في المخيمات الانتخابية، ولما راح المجلس تغيرت أمورهم. 12 واحد من 40 عليهم علامات استفهام، 12 علامة استفهام، 3 أبطلوا أصواتهم لمصلحة مرزوق، و9 صوتوا له بشكل مباشر. وتجون الحين تتهمون الناس فيه، والناس هذه أول من تكلم وتحدث عنه وقال، يقول لي وحنا في نهاية الأمر، يعني حنا مو أفراد، إحنا حركة، وتصريحنا مو مسؤول عنه شخص واحد، ومو مطلوب منا كل مرة ومرة نثبت مواقفنا اللي قلناها يوم صمت البحر، يوم كان بالنسبة لهم كانوا يهاجموننا لما نتكلم على مرزوق، وأنا قلت له ذاك اليوم وجانا هجوم لا أول ولا تالي، قلت والله يا مرزوق أنا ما حلمت فيك عشان بس أقسم بالله، يا بعض اللي الآن ينتقدون الحركة إنهم كانوا يهاجموننا هذاك اليوم لما صدحنا بكلمة الحق وماذا تستحق الكويت في قضية الرئاسة. يقول أبو فالح شنو تتمنى في هذا الموضوع؟ المستقبل أماني؟ أمنيات؟ نعم، أنا أتمنى إذا الله سبحانه وتعالى قدر الأمور، وأنا ماني وصي على أحد لكن أتكلم عن رأيي الشخصي، أنا أتمنى أن يتولى الرئاسة الأخ العزيز أحمد السعدون. وإذا لأي شيء ما نزل أبو عبد العزيز، أتمنى أن يتولى الرئاسة وليد الجليل، وإذا ما حصل هذا الأمر أتمنى أن يأخذ الرئاسة النائب شعيب المويزني. تقول لي ليش شعيب المويزني؟ تقول لي ليش؟ ومن حقكم ليش شعيب المويزني؟ شعيب لأن خصومته مع مرزوق هي خصومة حقيقية وليست مصطنعة. من 2016 في أول جلسة الافتتاح وقف وقال رأيه وحذر مرزوق من التصرفات التي يجب أن يمتنع عنها واللي كان يمارسها في مجلس 2013. شعيب المويزري خصومته مع مرزوق ما هي خصومة موسمية، لا، استمر وكان صادقا فيها، وكنت أتلمس هذا الصدق، فأتمنى أن يكون رئيسا لمجلس الأمة إذا ما حصل أحمد عبد العزيز السعدون ووليد الجري. الرابع، أتمنى إذا ما حصل هذا الأمر أن يكون النائب الفاضل بدر الملا. يا أخوان، أنا أؤكد لكم المرحلة الجاية مرحلة صعبة، ومن الصعب من الصعب من الصعب أن ندخل الانتخابات بقيود مزورة. اليوم وصل الرقم خلال 3 سنوات 30,000 شخص انتقلوا من منطقة لمنطقة. اليوم هناك مجموعة من العوائل مسجلين برقم مدني، رقم آلي. شنو الرقم الآلي هذا؟ محول كهرباء. في رقم آلي ومسجلين على بيوت هدام، يعني 30,000 لما يطلع لي مرشح أو نائب وماخذ وياه 2,000 2,500
شنو دور المنطقة؟ شنو دور الناس والمواطنين اللي فعلا ساكنين في المنطقة؟ شنو دورهم؟ ما لهم أي دور يذكر. لا أجيك رقما عن أنفك أنجح بالأصوات اللي نقلتها، ولا أنا مستعد أستمع لشكواك أو معاناتك. يقول أبو فالح حطونا وعود ناس وكذا وبالتالي ما جم، لا طبعا ما عنده رقم عالي ناقل محول، شلون تبي يجيك؟ فأنا أعتقد أن هذا الأمر فعلا لازم يكون تطابق. وأنا أسأل الإخوان النواب مع احترامي لهم، أنتوا ليش ما حطيتوا هذا بقانون حسب ما نادى الإخوان في المجموعة الشبابية للمؤتمر الوطني للإصلاح؟ ليش ما وضعتوا؟ أنتوا تقول والله ما نبي نمدد رئاسة مرزوق. الله أكبر، الحين هم يكلمونكم عن جلسة واحدة مدتها 4 ساعات حتى تغير في قانون الانتخاب والمفوضية العليا للانتخابات بما فيها البطاقة المدنية وتغيير نظام الصوت الواحد بجلسة واحدة. وهذا الأمر حرصتم أنكم ما تدشون فيه، وحرصتم أنكم تقابلون رئيس الوزراء المكلف سمو الشيخ أحمد النواف حتى تأكدون له أنكم ما تبون جلسة، جلسة واحدة ما تبونها، بينما تعرفون أن هذه الجلسة حسب ما جاء برأي مشروع الأخوة في المجموعة الشبابية لمؤتمر الإصلاح الوطني أنها راح تفتح باب الإصلاح الوطني وتفتح البوابة الرئيسية للإصلاح الوطني، للإصلاح السياسي اللي راح يغير واقع البلد، واللي ندخل بانتخابات بقيود حقيقية ما هو قيود مزورة. إحنا مو معقول نخلص من المال السياسي وبعد ذلك نقع بمثل هذا التزويد. إذا ما انتصرنا لهذا الأمر ستكون العواقب وخيمة. الأمر الآخر، وأنا رأيي مسبقاً معروف بسمو الشيخ أحمد النواف، وأعرف أنه إنسان إنساني وما يحب الظلم وحريص على العدل، لكن يا أبو نواف وانت تعرف صدق كلامي اتجاهك، اليوم مواجهة ملفات الفساد، ضع بصمة في مواجهة الفساد ولا يهمك وتحالف مع الشعب، خل حزامك هو الشعب الكويتي، خل حزامك هو الحركات النقابية واتحادات العمال، خل حزامك اتحاد الطلبة، خل حزامك الأسر الكويتية، خل حزامك كل أبناء وبنات الشعب الكويتي، وستحقق المزيد. وترى عملية الإعفاء ترى يا جماعة حقيقة ما ترضينا، فقط عملية الإعفاء لا ما ترضي. أنا أعفي فاسد، لكن أنا ليش معفيه؟ لأنه فاسد. طيب هالفاسد شنو أثر عمله طوال هذه الفترة على المال العام وعلى أمور كثيرة؟ قدم للمحاكمة ولا يهمك أحد، مدام إنك أرضيت ربك سبحانه وتعالى وأرضيت ضميرك وأرضيت أبناء الشعب الكويتي وحافظت على حقوقه وأمواله وأملاكه، ما عليك من أحد. أنت في نهاية الأمر تربية نواف الأحمد، وهذه التربية تتطلب منك موقف مهم في مواجهة الفساد والفاسدين اللي عادوا الفساد في البلد، اللي حرموا كثير من شباب الكويت من التوظيف، اللي بدال ما يفكر بالتنمية يفكر كيف يصرف الأموال. طيب وين بيوصل؟ وين بتوصل البلد؟ إذا الآن في القطاع النفطي وهو القطاع اللي يمثل 95% من الدخل الوطني للكويت قاعدة تمنع فيه الوظائف عن أبناء الكويت أو أبناء الكويتيات، وكلمة أبو فالح
أنا أهنيكم والله على الرجال هذا. أبو فالح ما يتكلم ترى، أنا عندي معلومة، أبو فالح ما يتكلم، البعض الحين يعتقد أن أبو فالح يقول هذا الكلام رغبة بالترشح، لا، يتكلم من قلب صادق وضمير حي. ولا في باله الأمور، هذا ما يزيد حبنا واحترامنا ومعرفتنا فيه. وأقول لكم هذا الرجل لا تخسرونه لدوره وعطاءه وشجاعته ووفاءه. أنا نتمنى أن ملفات كثيرة ينهيها الحكومة الجديدة والمجلس الجديد وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف. قضية البدون اللي تركت كل سنة تكون في البرنامج الانتخابي للمرشحين، وإذا وصل المجلس نسوا كل شيء. المحكمة الإدارية وقضية التجنس، تنام الكويت وتصبح الصبح بدون جنسية، وين عنها؟ وين قضية القانون؟ وين نستبسل في مثل هذه القوانين؟ صالح الفضالة يقول، رئيس الجهاز يقول، هناك قبل فترة 36 ألف ملف تم الانتهاء منهم، وهؤلاء مستحقين للجنسية من البدون، بعد ذلك تنكروا لهذا الكلام. طيب، عندك أبناء الكويتيات، عندك إحصاء 65، عندك خدام العاملين بالنفط، عندك المشاركين في الحروب القومية، عندك أبناء الشهداء، كل هؤلاء أصبحوا نسيا منسيا. هذا الشمري اللي استشهد في الأردن وجابوا رفاته هني بال 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 من العراق، وكان أحد اللي رافعين الجثمان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عندما كان وزيرا للداخلية، عائلته الآن بالأردن ما لهم مدخول، واحد منهم اللي قاعد يصرف على أهله وعلى أمه وخواته معاشه 100 دينار هذا الأردني، وشاف صاحب السوبر ماركت اللي يشتغل عنده ويقرأ الجريدة وحذف كلام سيء على إحدى المراجع العليا رحمة الله عليه، فما تمالك نفسه وكان شايل قرضي بدخل السوق احذف عليه، ودوه إلى المخفر وانسجن 3-4 أيام ومتروكين الآن، ما حد فكر يستدعيهم. أنا فقط أقول حق الشيخ أحمد النواف سمو رئيس مجلس الوزراء، مثل هذه العائلة اللي أبوهم توسد ثرى الكويت وهو عسكري شهيد، هل يجوز أن يتركوا في الضيم والظليمة في الأردن وهم بدون دخل؟ هل يجوز هذا الكلام؟ هل يقبل؟ هل الكويت اللي كانت في يوم الأيام تستقبل المظلومين من أنظمتهم ويلقون الكرامة ويلقون العزة ويلقون العيشة الكريمة، والآن الكويت ما تستقبل مثل هؤلاء؟ أو الكويت بسبب رأي سياسي يهاجرون أبنائها وبناتها في أصقاع الدنيا من أجل رأي سياسي اطرحها شخص في لحظة ما، هل يقبل هذا الكلام؟ هل هذه الكويت اللي نعرفها؟ ولا الفاسدين مصرين على طرد كل صاحب رأي كما تعرضنا له احنا والأخوة الزملاء؟ تعرضوا للضيم للقهر. يعني واحد، انا بعطيكم مثال، الواحد تخربط امر زواجه وفقد وظيفته وفقد راتبه وكان مدرب فصل من هالتدريب وطلع الى تركيا معانا، ورجع الى الان ما هو لاقي وظيفه،
واذا قالوا هذول يبون رد الاعتبار عشان الترشح، والله طز وطزين في اللي يقول هذا الكلام. اقسم بالله العظيم ان هذا الامر لا يثير من حقنا ان ندافع عن حقنا السياسي، ولا نقبل ان بسبب عمل عملناه لوجه الله وانتصارا للشعب الكويتي ان نحرم سياسيا من حقوقنا حتى في اختيار من يمثلنا، او الشباب يخسرون وظائفهم. احنا في نهاية الامر ترى والله ما هو مهم، في نهاية الامر عند حد معين راح نوقف، لكن المهم ان افكارنا وارانا هي اللي توصل الى قاعة عبد الله السالم. هذه القاعة ما وضعت الا للدفاع عن امال والام الامة، هذه القاعة ما وضعت الا للدفاع عن كرامة الامة اللي يريد البعض ان يمتهنها. وانا اعلم تماما وعلى يقين وفق قاعدة ان من لا يستطيع ان يدافع عن كرامته لا يمكن ان يدافع عن كرامة الامة، هذه قاعدة اساسية. لذلك علينا ان نتفق بأن المرحلة القادمة مرحلة صعبة في كل ما تقتضي هذه الأمور. علينا أن نعي وأن نوجه أسرنا وأن نوجه ربعنا في الديوانية، يا جماعة هالمرة خل نترك كل شيء، خل نترك قبائلنا مع احترامنا وتقديرنا لهم، ونترك طوائفنا ونترك عوائلنا مع احترامنا للجميع، ولكن نتذكر جيدا أن ممكن في هذه الانتخابات أن نبني مستقبل الكويت. الكويت أم الجميع، الكويت اللي تستحق منا الأفضل، حتى وأن خذلتنا حكوماتها أو خذلنا بعض نوابها تظل الكويت هذه هي الركيزة، هي الأم الحنون، هي اللي تستحق أن نبني من أجلها لها ولمستقبل الأجيال. لا تخلون الأجيال القادمة تلعن جيلنا، جيلنا هو الجيل المثقف المدرك الواعي اللي يستطيع أن يحدث التغيير، وهذا التغيير هو مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع. وعلينا أن نعلم صعوبة الأيام القادمة، علينا أن نعلم أن الكويت بحاجة والشعب الكويتي بحاجة إلى أمور كثيرة. آن الأوان بوجود حكومة يترأسها سمو الشيخ أحمد النواف، ونتمنى أن يظل رأينا فيه ثابت وأن يعزز هو هذا الرأي، أن تبنى التنمية التوظيف والإسكان ومواضيع الجنسية ومواضيع المهجرين أبناء الكويت في عودتهم إلى بلادهم، ومواضيع الإسكان كما قلت اليوم الناس هناك معاناة حقيقية. فلذلك سواء كنا داخل مجلس الأمة، أنا يعني أختم، لكن سواء كنا داخل مجلس الأمة أو لنا ممثلين أو لنا من ندعمهم، ولكن أؤكد لكم أني أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا وكل المخلصين من أبناء الكويت، أنا في نهاية الأمر كنت داخل المجلس ولا خارجه سأكون أخو الشعب، والدستور أخوي، وقسما بالله إن نوقف ونطيح من دونه. شاء من شاء وأبى من أبى. حطوا الأمر في عيونكم وأنت تختار، اعرف أن هناك من يراقبك والله، واللي راح يحاسبك على هذا الفعل، وراح تحاسبك الأجيال القادمة، وترى ولد عمك أو ولد طائفتك أو ولد عائلتك قسما بالله ما راح ينفعك إذا ما وصلت لهذه المحافل من يحفظ حقوقك ويحفظ إرادتك ويحفظ كرامتك.
والسلام عليكم.